بورصة قطر. بالعكس، هذا راح يكون ان شاء الله شيء ايجابي لصالح الجميع، سواء لصالح المجموعه عندنا او لصالح المستثمرين. وسوق الدوحه ان شاء الله سوق واعد، وعدد الشركات المدرجه اللي راح يتم تاسيسها ان شاء الله تدرج في بورصه قطر عن قريب، سواء السنه هذه او السنوات القادمه، ايضا عدد لا باس منه. ولاحظنا مثلا الدوحه الاستثمار العالمي راس مال ضخم، تكلم عن شركه 12 مليار دولار راس مالها، فسواء كان 30 مليار او اقل او اكثر شوي، لا شك ان السوق يستوعب.